بتدرب لأنه حابة أوصل لمستوى أولاً محلي، بعدين أوصل لمستوى عالمي وأجيب مركز على العالم يعني. وحابين يعني نبين أنه لسه في ناس أو بنات في فلسطين بمارسوا الرياضة. الناس بتنظر للبنت نظرة يعني إنه هذه بنت كيف بتمشي في الدراجة وكيف تركب دراجة هوائية. الشغلة هذا بدنا نغير نظرة المجتمع فيها، إنه خلص إنه البنت لازم تكون زيها زي أي كائن، يعني أي شخص بيمارس هذا الرياضة. بلاس قناة فلسطين الرقمية.